بعضهم يأخذ برأي عالم أو اثنين ولا يتقصى في هذا الحديث، ولا يتقصى من صححه حتى من القدامى. وما أسهل التضعيف، التضعيف ما أسهل منه. أي علة تمر بك بالحديث، هذا الحديث معلول. وكلمة معلول كلمة واسعة لا حدود لها، يقول هذا الحديث حديث معلول. طيب ما هي العلة؟ ولذلك لما ذكر العلماء تعريف الحديث الصحيح ذكروا من بين شروطه أنه يخلو من العلة. ما هي العلة؟ العلة القادحة، قد تكون كعلة غير قادحة. فيقول حديث معلول، حديث ضعيف، فإذا سئل قال فيه فلان أو فيه كذا وكذا. قد تكون العلة قادحة في هذا السند، لكن هذا السند له ما يعضده من أسانيد أخرى. ولو أخذنا بهذا ما بقيت أحاديث، ولو أخذنا بهذا ما كان هناك حديث يسمى بالحديث الحسن لغيره.